السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج السلطه الرابعه، نستطلع فيها اهم ما ورد عن اليمن في الصحافه المحليه والعربيه والعالميه. ابدا الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم. من الصحافة المحلية نقرأ من موقع يمن بريس: في أول مهام له لإدارة البلاد هادي وجه بالتهدئة الأمنية لإنجاح اتفاق نقل السلطة. وجه نائب الرئيس اليمني الفريق عبد الرب منصور هادي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها ببذل المزيد من الجهود لتهدئة الأوضاع الأمنية المضطربة في مختلف المحافظات اليمنية لإنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وذكر مركز الإعلام التابع لوزارة الداخلية أن هادي حث كافة الأجهزة الأمنية على العمل من أجل تهيئة المناخات الأمنية المناسبة لإنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، اللتين تم التوقيع عليهما من قبل الرئيس صالح وحزبه الحاكم وائتلاف المعارضة الأربعاء الماضي بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد نائب الرئيس اليمني أهمية أن تطلع وزارة الداخلية بهذه المسؤولية التاريخية والوطنية أمام الشعب في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، معربا عن ثقته في قدرة السلطات الأمنية اليمنية في الحفاظ على الجبهة الداخلية لليمن المضطرب منذ يناير على وقع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس صالح الممتد منذ أكثر من 3 عقود. موقع نيوز يمن هيومن رايتس: طوفان من عمليات القتل يتحدى أوامر الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن أن يجمد أصول كبار مسؤولي نظام صالح. قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه يبدو أن القوات اليمنية قد قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يقدر ب 35 مدنيا بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. أغلب هؤلاء المدنيين قتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى ميدانيا عاما ممتلئا بالمتظاهرين، على حد قول شهود لهيومن رايتس ووتش. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن العمل على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الرئيس علي عبد الله صالح وغيره من كبار المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية هذه الهجمات وما سبقها من هجمات على المدنيين، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن. كما يتعين على مجلس الأمن أن ينأى بنفسه عن ذلك الجزء من الاتفاق الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر تشرين الثاني، والذي يمنحه ومعه كبار المسؤولين الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مقابل التنحي عن السلطة. أخبار اليوم تقول: السفير الصعيدي يناشد النائب القيام بمهامه الجديدة وإيقاف البلاطجة ويلوح بإجراءات مجلس الأمن. أكد السفير عبد الله الصعيدي سفير اليمن السابق لدى الأمم المتحدة أن ما يجب الاهتمام والتركيز عليه حاليا هو البدء الفوري بتنفيذ بنود المبادرة والآلية التنفيذية، مستدركا بالقول: إلا إذا كانت هناك خطة للالتفاف عليها فهذا سيؤثر على العملية السياسية بكاملها. وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من التفاف الرئيس على التوقيع على المبادرة، قال السفير الصعيدي مساء أمس لقناة البي بي سي عربي من نيويورك: الرئيس قد وقع على الاتفاقية، والآن يأتي دور نائب الرئيس الذي أصبح منذ يوم الأربعاء المنصرم القائم بأعمال الرئيس، كون صلاحيات الرئيس كاملة معه بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة. لذا أنا هنا أناشد نائب الرئيس أن ينطلق من الصفر ويبدأ بممارسة مهامه الجديدة، وعليه أن يصدر بيانا ويوقف البلاطج الذين يعتدون على المتظاهرين. وعما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تجبر طرفي الاتفاق على تنفيذ ما تم التوقيع عليه، قال السفير الصعيدي: إن الطرفين ملزمان ببنود هذه الاتفاقية وآلياتها، وإذا لم تتوقف الاعتداءات على المتظاهرين وإذا لم يمتثل أي طرف للتنفيذ فأتوقع أن يكون هناك إجراءات سينفذها مجلس الأمن. مارب بريس يريد تحليلا تحت عنوان: صالح ينتهك المبادرة الخليجية من الرياض، يراسل الجيش باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة ويوجه وزير الداخلية بالتحقيق في جرائم قتل رغم أنه لم يعد سوى رئيس شرفي منزوع الصلاحيات. اعتبر عدد من المراقبين للشأن اليمني أن صالح ما زال مستمرا في تدخله في شؤون أصبحت خارج مسؤوليته القانونية والدستورية عقب توقيعه على المبادرة الخليجية.
واعتبر المراقبون أن قيام صالح بإرسال برقية إلى قادة القوات المسلحة والأمن يوم أمس بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، والتي ذيلها باسمه وصفته كرئيس جمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة، يعتبر تمادا من صالح في تمسكه بالسلطة رغم توقيعه على رحيله منها. وحسب الاتفاق فإن صالح لم يعد سوى رئيسا شرفيا، ولم يعد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اختصاصه، حيث أن هذه الصفة تنتقل فور توقيع المبادرة إلى نائب الرئيس الذي أصبح قائما بأعماله بصلاحياته كاملة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية. وهذا ما يكشف عن وجود نزاع في الصلاحيات بين النائب والرئيس. من الصحافة العربية والبدء بصحيفة اليوم السابع المصرية ثائر يمني: لن نترك الساحات حتى يحاكم صالح. قال الناشط السياسي اليمني حمزة الكمالي لليوم السابع أن الشباب اليمنيين غير راضين عن المبادرة الخليجية التي وقع عليها علي صالح والمعارضة للتسوية السياسية في اليمن، مؤكدا على استمرار شباب التغيير في اعتصامهم بساحة الحرية حتى تتم محاكمة علي صالح وشركائه في قتل الثوار. وأوضح الكمالي أن شباب الثورة يرفضون رفضا قاطعا الضمانات التي تمنحها دول الخليج لعلي صالح بعدم الملاحقات القضائية، ومشيرا إلى أن الساحات اليمنية تثور غضبا رفضا للحصانات والضمانات، رغم أن الوضع يشير إلى أن صالح وشركاه في قتل المتظاهرين سيحاكمون، وذلك على حد تعبيره. وقال الكمالي لليوم السابع أنه وعددا من النشطاء السياسيين في ساحات الحرية باليمن التقوا بالمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، والذي أكد لهم أن هدف المبادرة الخليجية أن يسلم الرئيس علي صالح السلطة أولا حتى لا يهرب من المحاكمة الجنائية بالحرب، وبذلك يتم تجريده من قوته ومن ثم لا ضمانات لمرتكبي الجرائم. الشرق القطرية: انخفاض قياسي في الاستهلاك المحلي 2.7 من 10 مليار دولار إيرادات اليمن من النفط خلال 9 أشهر. قال تقرير رسمي أن موارد الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام وصلت خلال يناير سبتمبر 2011 ميلادي إلى حوالي 2.7 من 10 مليار دولار، في زيادة لافتة عن الإيرادات المحققة لنفس الفترة من العام الماضي 2010 ميلادية، والتي بلغت 1.907 مليار دولار. وأوضح التقرير الصادر مؤخرا عن البنك المركزي اليمني أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي لشراء المشتقات النفطية خلال نفس الفترة إلى حوالي 2 مليار دولار. وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، والتي سجلت 12.2 من 10 مليون برميل في 9 أشهر الماضية من العام الجاري، مقارنة باستهلاك 18.3 من 10 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجعه اقتصاديون إلى الاختناقات المتكررة في المشتقات النفطية التي فرضتها الحكومة على المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم من الوقود منذ فبراير الماضي بعد اندلاع الثورة الشعبية المناهضة لحكم الرئيس علي صالح الذي يحكم البلد منذ 33 عاما. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ألقاكم في الغد بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.